ايش بموضوع ترسيم الحدود والإشكالية بالقول انه التخبيص والتخبط اللبناني مبلش من ايام الترسيم مع قبرص من 2007. هاي واحد يعني اساسا مقاربتنا خاطئة، كلها خاطئة، لانه لا نعتمد على اراء الاخصائيين في هذا المجال وما اكثرهم. يعني انت بتشوفهم على التلفزيون كلهم عندهم مؤلفات وعندهم خبرات. واحد اثنين، انت كنت منك بحاجه لا تروح على صندوق النقد الدولي ولا تستجدي مساعدات من برا تجيك بعلب وباذلال للشعب اللبناني لو انت من الاول عرفت تدير هذا الملف من الفه الى يائه. من 2010 وقت عملنا القانون 132 اللي هو استخراج النفط من البحار لحد اليوم، لو عرفنا نمشي بمسار صحيح ومتسق وقوي وشفاف ويراعي المصلحة اللبنانية العليا وما يكون ملف للابتزاز وللحصول على منافع سياسية هنا أو هناك، ما كنا بحاجة لكل هيدا الشيء. ويمكن كنا هلأ صرنا بمرحلة الاستخراج ومرحلة عقد اتفاقيات مع الدول، خاصة في هذا الظرف العصيب. إجرام بحق الشعب اللبناني أنه نتعامل مع موضوع استخراج النفط بهذه الطريقة. نحن كلنا يا أستاذ رامز، كل الفرقاء اللبنانيين كل يوم مباخر شغالة للجيش اللبناني، وعندنا ثقة بالمؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة اللي عندنا ثقة بها. كانوا تركوا يتابع هو هذا ما. كل هذه الثقة عند الجيش اللبناني بكل المواضيع، ما في إلا بموضوع ترسيم الحدود عم تعتبروا أنه الجيش غير صالح وغير مؤهل وغير كفؤ وما عنده الضمانات الأخلاقية الكافية لأنه يتولى هذه المفاوضات. لا، والآن كان بارح شوف مقابلة على الام تي في مع نائب رئيس مجلس النواب ياس بوصعب عم بيقول لرئيس الوفد المفاوض عميد بسام بدون ما يسميه، بيقول له اوعى بقى تحكي، انصحك انه ما بقى تحكي لانه احنا نعرف شو عامل كحبيبي. هيك قال له؟ ايه، انه كحبيبي انت اطلع افضحه اذا هيدا شو انت وياه مختلفين على اجار البيت. لك هيدي ثروتنا وثروة اولادنا وثروة مستقبل أجيال طويلة عريضة، اطلعك شوف، اطلع قول شو مخبص، خلينا نحاكمه. أما إذا ماشي صح، أنت بتكون اللي عم ترتكب الخطأ الجسيم. طيب اليوم خي ما في عنا نحن حق، برأيك صار فيها صفقة اليوم؟ يعني هيك مثل ما هي؟ أنا من موقعي يا أستاذ رامز ما بقدر أحكم وما بقدر أعرف، وأنا مني من النوع اللي بيحاكم عن نيات وبيطلق مواقف سياسية بس لأنه مختلف سياسي النكد السياسي. أنا عم بقول خيي في عنا مناطق غير متنازع عليها، ما الذي يمنعنا من البدء باستخراج النفط؟ وين صرنا بحقول البترون؟ طب عملنا محاولة واحدة، طب بالعقود في أكثر من محاولة، طب بالمناطق الغير متنازع عليها ليش ما بنبلش هلا استخراج لمصلحة الشعب اللبناني؟ بالمناطق المتنازع عليها يا سيدي عال، استدعيتوا آموس أوكشتاين على عجل وقعتوا بالأرض وقت اللي إجت الباخرة الإسرائيلية، عظيم، في مسار تفاوضي إذا لقيتوا أنه هذا يحقق المصلحة اللبنانية بالحدود الدنيا يا أخي إبلان كان به. لا ولا يا اخي، ايه مثل ما قال لواء السيد، في محكمه عدل ولي امبارح اصدرت قرار بين كينيا والصومال. طب كينيا والصومال قادرين يحتكموا، مع احترامي لهم كدولتين، قادرين يحتكموا الى العداله الدوليه ونحن منا قادرين نحتكم الى العداله الدوليه؟ اخي المناطق غير المتنازع عليها، بلش باستخراج النفط المناطق المتنازع عليها وقت اللي تيأس من الترسيم وتقول انه لا في صفقات وفي منازعات وفي تهويل امريكي وفي عدم حياد امريكي ساعه اذن. بس اللي عم يحكي كمان القانون الدولي حتى تقنيا انه انت بالتفاوض بتقول لهم لك من الاول هذا خط تفاوضي، انا رايح اتنازل من الاول اعمل له خط تفاوضي. انا بقول لك هذه مساله تقنيه تخضع لقانون البحار، تخضع للقوانين الدوليه، كان الجيش عم بيفاوض عليها. نحن كلنا عنا ثقة بهذه المؤسسة العسكرية بإيدائها بكل الملفات اللي انطرحت أمامها. ما في أي سبب اليوم نسحب الغطاء السياسي عن فريق المفاوض. هذا واحد. اثنين عنا أمور متاحة عديدة على الدولة أن تبادر، وأنا مع اللي قالوا أنه هذه مسألة تنفيذية، التفاوض يتولاه سلطة تنفيذية عندما
يكون هناك اتفاق ما يحتاج إلى إبرام بمجلس النيابي ساعة إذن يعرض على المجلس النيابي. يعني الاقتراح اللي قدمه زميلك نائب حسن مراد، خلي ينعرض، خلينا نعرف شو هو، معنوي فقط. أنا هلأ عرفت فيه منك أنت، لأنه اليوم هو لتعديل المرسوم 6433 وأرسله للأمم المتحدة. نشوف. خلينا ندرسه، يعني ما بقدر إلا أو بالطالب رئيس الجمهورية إرسال هذا المرسوم معدلا إلى الأمم المتحدة. نحن من طالب أولا هنكون واضح يا أخي، عندنا فريق تفاوضي، فسروا لنا ليش وين وكيف أخطأ، هذا حق الشعب اللبناني تجاه دولته. اثنين، في مناطق غير متنازع عليها، شرفوا بلشوا حركوا هذا الموضوع ونقبوا فيها، وبالمناطق المتنازع عليها بيننا وبين العدو الإسرائيلي يا أخي إما تفاوض وإما محكمة عدل دولية. عظيم. فصل إعلاني قصير، بعد الفصل رح أسألك بالوقت اللي متبقي لنا عن اسمكم اليوم، الاسم اللي بتتبناه للهويه اللبنانية لرئاسة الحكومة، إذا بعدكم على اسم السفير نواف سلام أم لا. فصل أخير ونتابع.